تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت عصر اليوم مظاهرات حاشدة في مدينة صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن للترحيب بالمحافظ المفلحي والتأييد لقرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي، حيث احتشدت جموع غفيرة من المواطنين والشخصيات والقيادات المدنية والعسكرية للإعلان عن تأييدهم ومباركتهم بتعيين الدكتور عبد العزيز المفلحي محافظا للعاصمة المؤقتة عدن. حضر الفعالية العديد من القيادات والشخصيات، وأبرزهم قائد القوات الخاصة ناصر العنبوري ومستشار الرئيس الدكتور لطفي والقيادي في الحراك الجنوبي بجاش الأغبري. ورفعت الجماهير المحتشدة صورا للرئيس هادي وللمحافظ المفلحي وللمحافظ العيدروس الزبيدي وصورا لشهداء الجيش والأمن. وفي المهرجان ألقي بيان أكد على تأييد قرارات الرئيس هادي وجدد وقوف أبناء الجنوب الكامل مع التحالف العربي لدحر الانقلابيين ومكافحة الإرهاب حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. حضرنا في هذا اليوم ترحيبا لقرارات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، كما رحبنا في الايام الاولى بتعيين الاخ المناضل عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن، وقد كان له دور في تثبيت الامن والاستقرار من الناحيه الامنيه والعسكريه، ولكن الان جاء الدور للبناء والتعمير، وهذا الجانب يتحمل مسؤوليته الاخ المناضل عبد العزيز المفلحي، لأن كلا وله ميزة في الجانب العملي، فالأخ عيدروس كان له ميزة في الجانب الأمني والجانب العسكري وقد أدى دوره ونشكره على ذلك. وقد رأت القيادة السياسية مثلا من أخوان الرئيس عبد الرب منصور هادي بأنه حان الوقت لوجود الشخصية الاقتصادية والإدارية للنهضة في محافظة عدن، وكان الاختيار على الشخصية الاقتصادية والإدارية المناضل عبد العزيز المفلحي، ولذلك نحن نبارك كما باركنا في البداية نبارك الآن، لأنه كل له دور وكل له ميزة في العمل من أجل خدمة الوطن.